Okay, now let's move to الكلمة الثانية word number two tab. كيف نقرأ ال A لحالها لما تكون ال A، لما تكون عندي ال A لحالها كيف نقرأها؟ كيف نقرأ ال A؟ أوكي، لما ما يكون في عندي E magic، فهل هو في عندي E في نهاية الكلمة؟ ما في E، كيف نقرأ ال A؟ A نقرأها A، ال A نقرأها A، ta tab tab tab. شو يعني tab حسب الصورة؟ حنفية tab معناها حنفية tab حنفية tab حنفية tab حنفية. tape tape شو هاي الكلمة؟ tape، شايفين كيف قرأت ال A؟ tape 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 not a a زي كلمة tab tab tape، لأنه في عندي E magic، لأنه عندي ال E السحرية. شو قرأت؟ tape 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 اللي هو إيش؟ اللي هو التب، الشريط اللاصق بالعربي الفصحى، يعني الشريط اللاصق. تمام، تيب الشريط اللاصق، تيب اللي هو التب. خلاص اكتبوا كلمة تب، كنا متعارف عليها كلمة تب. تمام، تيب تيب اللي هو التب، تيب تب اوكي، او الشريط اللاصق. تمام، هلا ننتقل للكلمة اللي بعدها. لما يكون في عندي اي في وسط الكلمة كيف بنقرأها؟ اي اي زي ما بنقرأها دائما، اي بايب 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 اوكي، بايب بايب بايب. كيف قرأتها؟ بايب بايب بي اي بي بايب بايب اللي هي ايش؟ بذرة، بايب بذرة، بايب بذرة اللي هي البذرة تاعت الفواكه. بالفواكه مش دائما بيكون في بذر، بالبطيخ او بالبرتقال او ب وات ايفر، اي نوع فواكه مش بيكون في عندنا بذره صغيره، هاي بنسميها بايب. شو بنسميها؟ بايب 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 اوكي. ام سوري ام سوري بيب 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 اوكي ام سوري، هاي بنلفظها اي بيب بيب، الاي في وسط الكلمه اي بيب 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 اوكي بيب بيب. لكن بايب اللي نهايتها اي، بايب اللي نهايتها اي اللي فيها اي ماجيك، بايب 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 اللي هي شو؟ ماسوره، بايب ماسوره، بايب ماسوره، بايب ماسوره، بايب ماسوره اوكي. كاب كيوب تاب تيب بايب سوري بيب بايب بيب بايب بيب بايب. تمام، كب اللي هو الشبل ابن الأسد، كيوب مكعب، تاب حنفية، تيب تب أو الشريط اللاصق، بايب بذرة، بيب سوري بيب بذرة، بايب ماسورة، بيب بذرة، بايب ماسورة أوكي. Now let's move to، خلينا ننتقل ل الكتاب. Okay, open your book page 105. Open your book page 105. 105. 105. تمام. Okay. هلا في عندي paragraph صغيرة. عندي paragraph صغيرة. Okay, listen to me. A lion cub. Okay, a lion cub شبل الأسد is playing with a cube بيلعب بالمكعب. cub 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 شبل شبل شبل، cube 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 مكعب مكعب مكعب. an orange pip an orange pip okay بذرة أو بذرة الأورنج، حبة الأورنج. is in a pip is in a pipe is in a pipe، وين موجودة؟ بذرة الأورنج موجودة بالحنفية، يعني هي فقرة شوي هبلة بس أوكي عشان تعرف معاني الكلمات. أوكي بيب 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 باي باي باي. There is a tape on the tap on the sink tap 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 tape 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 اللي في نهايتها إيه هي A tape tape. تمام، هلا بدنا نحط دائرة. You have to put a circle circle short. فهو هذا ما بدنا نعمل فيه شيء.
اوكي put a circle on الورد اللي اخذناهم cup cube tap tape اوكي pip pipe. شوف حطوا لي دائرة على الكلمات الموجودة عندي بالفقرة cube sorry cup cube cup 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 cube 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 اوكي pip pipe pip 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 pipe 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 okay there is a tape on the tap 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 tape 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 okay تقريبا الفقرة كلها إذا تعرف okay بدي تحط دائرة you have to put a circle على الكلمات الموجودة بالفقرة اللي أخذناهم على اللوحة تمام. Now let's move to exercise 3 circle the short vowels. هلا بدنا نحط دائرة على short vowels. هدول بنسميهم short. هدول بنسميهم short. cup, tap, okay, pip. cup, tap, pip. هدول بنسميهم short vowels. هلا مش ال U وال A وال I من حروف العلة. هدول أخذناهم U A I مش من حروف العلة. هدول حروف العلة بنسميهم short القصار. لكن cube, tap, tape. pipe هدول long okay long vowels. شو بنسميهم هدول؟ هدول long طوال. هدول short حروف العلة القصار تمام. هدول بنسميهم long okay vowels حروف العلة الطويلة. هدول بنسميهم short short what vowels. now tim كلمة tim. هل أنا حكيت time I هيك لفتها بالطول طولتها no تم Q Q okay. هلأ بدنا نحط دائرة على الحروف العلة القصيرة وبدنا نحط خط على حروف العلة الطويلة تم قصيرة Q Q طويلة بحط underline خط okay tap 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 قصيرة لا سوري tap tap هيك بنفضها tab معناته الـ A قصيرة حرف العلة A short بدنا نحط دائرة pip pip الـ I short الـ I short في كلمة pip pip tape tape. هلا الـ long الـ long بدنا نحط ايش underline على حرف العلة حط لي خط على حرف العلة يلا اشوف time time. هلا انا حكيت تم تم short نحط دائرة لكن time حرف علة طويل time حرف علة طويل فمنحط شو underline خط cup cup قصير نحط دائرة pipe pipe طويل نحط خط تمام. راح أعيد تم دائرة على حرف ال I cube خط على حرف ال U tap دائرة على حرف ال A pipe sorry pip دائرة على حرف ال A tape tape دائرة على خط على حرف ال A time خط على حرف ال I cup cup دائرة على حرف ال U pipe pipe underline خط على حرف ال I لأنها بتسمى long تعتبر من ال long long vowels cube tape pipe كل نهايتهم E. اختصر عليكم كل نهايتهم E يعتبروا long بالإضافة لكلمة time time لكن تم تعتبر short قصيرة تمام. now let's move to exercise 4. خلينا ننتقل exercise 4 okay listen and circle the correct word. what is this cup or cube cup or cube cube. هلا البذرة او البذرة بتاعت الفواكه او الخضروات شو مسميها pip or pipe pip yes القصيرة pip اللي مش نهايتها ان. الحنفية tap or tape tap or tape القصيرة tap tape معناها tip tape اللي نهايتها اي tip لكن tap حنفية. اوكي الشبل cup or cube cup or cube cube مكعب cup ايش شبل. اوكي الماسوره هاي ماسوره صوره ماسوره pip or pipe
بيب اور بايب. هلا بيب بذره، اوكي الفواكه او البذره، الشغله البذره، تمام البذره. لكن بايب معناها ماسوره. بوت سيركل اون بايب اللي نهايتها شو؟ اي، نهايتها اي. تمام. Okay, now let's move to skill, reading skill. Reading skill, مهارة القراءة. Reading skill, مهارة القراءة. Now I wanna read. رح أقرأ. Now I wanna read, but please تابعوا معي. تابعوا معي كتير منيح. Okay.